بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في درس من دروس مادة التربية الإسلامية في إطار الاستعداد لامتحان الجهوي الخاص بالأولى بكالوريا. اليوم إن شاء الله غادي نبدأ مع أول درس اللي هو الإيمان والغيب. بطبيعة الحال هذا الدرس غادي نخدمه عليه بناء على الإطار المرجعي اللي كيتحدث لنا على ثلاثة ديال المحاور الأساسية. المحور الأول خاصنا نتعرفوا فيه على الإيمان وحقيقة دياله، ثم المحور الثاني ماذا نقصد بالغيب وكذلك ما هي دلالة الإيمان بالغيب، ثم المحور الأخير ما هو أثر الإيمان بالغيب في التصور وفي السلوك. هذه الأمور كلها بسيطة وسهلة بإذن الله، وغادي نتعرفوا على بعض التفاصيل الأخرى. يلا بنا نبدأ إن شاء الله بالمحور الأول. وقبل ذلك إذا كنت جديد على هذه القناة لا تنسى الاشتراك وكذلك اضغط على زر اعجبني او لايك حتى يصل هذا المحتوى للجميع ان شاء الله. اذا نبدا بمفهوم الايمان وحقيقته. دائما عندما كنقولوا اي مفهوم كنناقشوه من الناحيه اللغويه ومن الناحيه الاصطلاحيه. الايمان لغه هو التصديق، يمكن الى بغينا ندقوا اكثر فيقصد به الاقرار، يقصد به الاقرار. من الناحيه الشرعيه ما معنى الايمان؟ أو من ناحية الاصطلاحية هو التصديق اليقيني الجازم، التصديق اليقيني الجازم بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه عارك تعرفوها كتسمى أركان الإيمان، بالإضافة أيضا إلى أنك تصدق بكل ما أخبر به الله وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف ديال الإيمان. أش قلنا؟ قلنا هو التصديق اليقيني الجازم ب الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا معنى الإيمان بشكل عام. الآن ما هي حقيقة الإيمان؟ باش كنعرفوا هذا الإنسان واش مؤمن ولا مش مؤمن، لأن في كثير من الأحيان كنسمعوا الناس يقول لك الإيمان في القلب، واش هذا صحيح؟ هذا أمر خاطئ. لماذا؟ لأن حقيقة الإيمان أنه يتكون من ثلاثة أمور أساسية، اللي هي أولا اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. هذه أمور ثلاثة هي اللي كتعطينا الإيمان. يعني إذا كنت مؤمن حقيقي فخصك كتأمن بالله وبالملائكة وبالرسل وبالكتب، الأمور جميعا كتأمن بها بالقلب ديالك وتصرح بها بلسانك، ثم أيضا تطبق تلك الأشياء التي أمر بها الله وأمر بها رسول صلى الله عليه وسلم بجوارحك، بيديك، بسمعك، ببصرك. هذا تسمى أو هذا نسميه حقيقة الإيمان. إذا قلنا عرفنا الإيمان وعرفنا الحقيقة ديالو. إذا الإيمان الحقيقة ديالو أنه يتكون من ثلاث أركان أساسية، اللي هي اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذا الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل. الآن شروط ديال الإيمان، واخا ما ذكرش في الإطار المرجعي ولكن نضيف هذه المعلومة فهي مهمة. الإيمان ديالك باش يكون إيمان كامل لابد من ثلاثة ديال الشروط. الشرط الأول وهو العلم المنافي للجهل، الشرط الثاني وهو التصديق المنافي للتكذيب، والشرط الثالث وهو الاتباع المنافي للابتداع. أشو معنى هذا الشيء؟ ما تخافش غادي نشرحه. أول حاجة العلم المنافي للجهل، بمعنى أن أنت مؤمن خاصك على الأقل تعرف مجموعة من الأمور اللي هي متعلقة بالدين ديالك، تعرف مثلا كيفاش تصلي، كيفاش تصوم، كيفاش ديك الأمور اللي هي ضرورية المتعلقة بدينك، ما ينتظرك يوم القيامة. هاد الأمور الأساسية هذه خاصك تكون على علم بها حتى يكون إيمانك إيمان اللي هو جيد، ماشي إيمان ديال واحد الشخص اللي هو مقلد تلقاه مؤمن مؤمنة. هنا باش يكون الإيمان ديالك جيد خاصك تعرف هاد الأمور اللي عندها علاقة بالدين ديالك. القضية الثانية اللي هو التصديق المنافي للتكذيب. طبيعة الحال بكي تكون مؤمن خاصك تصدق بجميع الأمور التي أخبرنا بها الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالآخرة، بالملائكة، بالنار، بالجنة، بكل هذه الأمور هذه خاصك تصدق بها وألا تكذب بها. القضية الأخيرة وهي الاتباع المنافي للابتداع. تخيل مثلا واحد الشخص مثلا بغي يصلي الظهر والظهر فيه 4 ديال الركعات، هو قال لك انا غنصلي غير 3 ديال الركعات، اولا غنصلي فقط، اولا غادي نزيد انا واحد ركعه اخرى اللي هي 5 او يولي 5 ديال الركعات. هذا لن يقبل منه. لماذا؟ لان هذا يسمى ابتداع، انه احدث في الدين ما ليس منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا هذه ثلاثه الامور نسميها بشروط الايمان.
إذا دابا عرفنا شنو هو الإيمان لغة واصطلاحا، عرفنا الحقيقة ديالو، عرفنا الشروط ديالو، دابا غادي ندوزو للغيب. الغيب ما معنى الغيب؟ لغة هو ما هذاك الشيء اللي في الداخل ديالي مثلا، واش كتشوفوا نتوما ما كتشوفوش. إذا هو ما لا يرى، بكل بساطة لغة هو ما لا يرى. أما اصطلاحا هو ما لا يمكن إدراكه بالحواس، الشيء التي لا يستطيع أن يدركها الإنسان بحواسه تسمى غيب. لأن الوجود هو مقسم لقسمين، كاين عالم الشهادة وكاين عالم الغيب. عالم الشهادة هو الأشياء التي نراها، نحن نرى مثلا هذه، نرى الهاتف، نرى مجموعة من الأشياء، الأشياء التي نراها ونستطيع مشاهدتها، نستطيع أن نلمسها، نستطيع أن نحسها، تسمى بعالم الشهادة. أما الأشياء التي لا نستطيع أن ندركها فهذه نسميها بعالم الغيب. وهذا العالم الغيب ينقسم إلى قسمين، كاين واحد الغيب اللي هو مطلق، وكاين غيب اللي هو نسبي. غيب نسبي يعني الأشياء التي لا نراها ولكن يمكن أن نراها إذا توفرت شروطها، مثلا أن الأشياء التي أحس بها الآن أنتم لا ترونها ولا تعرفونها، ولكنها غيب ليست مطلق إنما نسبي، لأنه يمكن أن تعرفونها إذا قلت لكم بماذا أحس، فهذا غيب نسبي. مثلا في قصة يوسف عليه السلام، ورأى رؤيا، رأى بأن إخوته سيسجدون له، وكذلك الأب ديالو والأم ديالو، وأنه غادي يكون في واحد المنصب لي وكذا، فتحقق هذا الأمر. ففي البداية هو كان غيب، ولكنه غيب نسبي لأنه تحقق على أرض الواقع بعدما توفرت فيه الشروط. إذا هذا باختصار. أما الغيب المطلق هو الذي لا يمكن الوصول إليه، وهو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، مثلا متى ستقع الساعة، مجموعة من الأمور فهي من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فهذا نسميه غيب مطلق. الآن حكم الإيمان بالغيب، هل نحن لنا الحرية أن نؤمن أم لا نؤمن؟ إذا كنت مؤمن فيجب عليك أن تؤمن بالغيب، يجب عليك أن تؤمن بالغيب، لأن من صفات المؤمنين قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا حكم الإيمان بالغيب هذا أمر واجب أيها الأحباب. دابا غادي نشوفوا الحكمة من حجب الغيب. الله سبحانه وتعالى حجب علينا الغيب، ما كنقدروش نشوفوا مجموعة من الأشياء، ما الغرض من ذلك؟ ونعطيك مثال. تخيل مثلا راسك أنت جالس اليوم وعارف بان راه من هنا لواحد 3 ايام ولا 4 ايام غادي تصيب شي مصيبه مثلا، او لا المهم غادي يحدث شي حدث سيسبب لك الحزن، كيف ستشعر؟ ستشعر بالقلق وبالحزن، وبطبيعة الحال وانت ليس لك القدره على تغيير هذا الامر، اذا ستشعر بنوع من الضيق والضجر. اذا من رحمه الله سبحانه وتعالى، هذه الحكمه علاش الله سبحانه وتعالى حجب عنا الغيب، هذا رحمه بنا، رحمة بالإنسان، لأنه لو عرف الأشياء التي تنتظره فما يقدرش يعيش بواحد الراحة وواحد الاستقرار، إذا سيعيش في حالة رعب وفي حالة. وتخيل مثلا أن في هذا العالم اللي حنا فيه اللي هو غيب، عندنا مثلا الجن، عندنا مجموعة من الأشياء اللي ما كنشوفوهاش، تخيل لو أنك ترى هذه الأشياء، إذا ما عادش تقدر تعيش بواحد الراحة وواحد الاستقرار. إذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا فيه ابتلاء وتمحيص، اختبار لهذا الإنسان، هل سيؤمن أم لا. تخيل لو أننا عندنا القدرة نشوف الله سبحانه وتعالى ونشوف الملائكة ونشوف هذه الأمور، كل شيء الناس غادي يأمنوا، ولكن مادام أنها غيب ما كنشوفوهاش، الله غادي كيختبر الإنسان شكون اللي غادي يأمن بهذا الغيب وخا ما كنشوفوش، وشكون اللي ما غاديش يأمن به. ثم النقطة أخرى أن هذا يجعلك تخضع وتستسلم لله سبحانه وتعالى. إذا هذه بعض الأمور اللي يمكن ندخلها في الحكمة من حجب الله سبحانه وتعالى عالم الغيب على خلقه. دابا نشوفوا دلالة الإيمان بالغيب اللي دخل في الإطار المرجعي. دلالة الإيمان بالغيب بمعنى ما معنى أنك تؤمن بالغيب؟ كنقول واحد إنسان يؤمن بالغيب، هذا يدل على ماذا؟ يدل على إذا كنت تؤمن بالغيب يعني عليك أن تصدق بكل تلك الأمور التي أخبر الله سبحانه وتعالى، والتي هي من مقتضيات الإيمان. عندما نقول مثلا الإيمان بالله، أي تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبجميع بأنه متصف بصفات الكمال، وأنه قوي وأنه رزاق وأنه هو الذي يتحكم في هذا الكون، تؤمن بهذه التفاصيل كلها. عندما نقول مثلا الإيمان باليوم الآخر،
معنى ذلك أنك تؤمن بأن هناك حساب وهناك جنة وهناك نار والناس سيبعثون بعد الموت. إذن جميع هذه التفاصيل. كذلك عندما نقول الإيمان بالملائكة بمعنى أنك تؤمن بأن الملائكة لهم أسماء مختلفة ولهم صفات وأنهم مخلوقات نورانية وعندهم وظائف مختلفة وهكذا. إذن هذا معنى دلالة الإيمان بالغيب، يقصد به التصديق بكل تلك الأمور التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هي من مقتضيات الإيمان بالغيب. هذا بكل اختصار. دابا بقى لنا نقطة أخرى اللي هي أثر الإيمان بالغيب في التصور ديال الإنسان وكذلك في السلوك. نشوفوا في التصور، تخيلوا معي واحد الإنسان اللي هو ملحد، يعني لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، كيف يرى هذا الكون؟ التصور ديال الكون كي داير بالنسبة لي؟ هو يرى بأن هذا الكون واحد الكون اللي هو عشوائي، كل شيء فيه صدفة، بأن هذا الكون ما عندوش اللي كيتحكم فيه، أن هذا الإنسان هو كيشوف رأسه أنه خلق بدون أي هدف، فقط يأكل يشرب ومن غادي يموت، ما كاين لا حساب ما كاين لا عقاب. إذن هذا التصور ديال هذا الإنسان اللي هو ملحد، هذا بطبيعة الحال اللي كان التصور ديالو هكذا، شنو غيخليه؟ غيخليه يدير مجموعة من الأمور اللي هي سيئة، ما يهتم حتى شي حاجة، يقدر يسرق، يقدر كذاب، يقدر، هو فقط كيخاف من الناس، إلا راقبوه الناس راه هو كيجمع راسو، ما راقبوش الناس فممكن يدير اللي هو. هذا التصور ديال واحد الإنسان لا يؤمن بالغيب. الآن نشوف واحد المؤمن، إنسان يؤمن بالغيب، كيف يكون تصوره للحياة؟ المؤمن الذي يؤمن بالغيب تصوره ديال الحياة تكون مختلف. أولا تكون هو عنده فكرة وعنده يقين بأن هذا الكون ما فيه شي حاجة اللي هي عبث، وإنما كل شيء فيه منظم، وأن هذا الكون هناك من يسيره. وكذلك هذا الإنسان كيعرف الأصل دياله، كيعرف من ينجى، لأنه عندي قصة آدم في القرآن وكيفاش تمت العملية، وكيعرف الهدف دياله لماذا هو، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك يعرف المصير دياله، راه إما إلى الجنة وإما إلى النار بحسب الأعمال التي قام بها. إذن هذا المؤمن كيكون التصور دياله الحياة بهذا الشكل، عارف لاش هو، وعارف منين جاي، وعارف اللي كيتحكم في هذا الكون، وعارف بأن هذا الكون ماشي عشوائي وإنما منظم اللي كينظمه الله سبحانه وتعالى. فهذا كينعكس على السلوك دياله، فكيخليه تيكون السلوك ديالو اللي هو سلوك إيجابي، سلوك حسن، كيخليه يتصف بالأخلاق الحسنة، الصدق، الأمانة، الوفاء، جميع الأخلاق اللي هي جيدة. في المقابل يبتعد عن جميع الأخلاق اللي هي سيئة. وممكن هذا المؤمن إذا كان مؤمن ديال بالصح، وخا تحطه في أي مكان وما ترقبه ما والو، فهو كيستحضر بأن الله سبحانه وتعالى كيرقبه، وبالتالي ما يسرق، ما يكذب، ما يغش. فالخلاصة أن السلوك ديال الإنسان تيكون سلوك اللي هو جيد، بالإضافة إلى أنه يشعر بطمأنينة لأنه يحس أنه في معية الله سبحانه وتعالى. إذن هذه يمكن بعجالة هذا الأمر الذي يبين أثر الإيمان على التصور ديال المؤمن وكذلك على السلوك ديال طبيعة الحال الإيمان بالغيب. دابا غادي نشوفوا علاقة هذا الصورة أو علاقة هذا الدرس اللي هو الإيمان والغيب، العلاقة ديالو بصورة يوسف. صورة يوسف حد ذاتها إذا تسولنا على السؤال شنو هي العلاقة بيناتهم، أن صورة يوسف، واش النبي صلى الله عليه وسلم شاف يوسف عليه السلام؟ ما شافوش. هل كان معه؟ ما كانش معاه في العهد ديالو، ما شافش القصة ديالو كيفاش تمت العملية، ملي كان مع مثلا مع امرأة العزيز، وكذلك ملي سجلوا الإخوة ديالو، فهذه التفاصيل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاشهاش، حنا كذلك ما عشناهاش. ولكن واش نؤمنوا بها ولا ما نؤمنوش بها؟ نؤمنوا بها. إذا قصة يوسف عليه السلام هي من الغيب الذي على المؤمن أن يؤمن به. إذا هنا كتبان لنا العلاقة بين هذا الدرس وبين درس وبين صورة يوسف. إذا هذا هو الدرس إن شاء الله. في حصة مقبلة نشوفوا الدرس اللي هو غادي يكون من بعد هذا الدرس إن شاء الله. وما تنسوش كما العادة ومشاركة هذا المقطع، والله يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم محمد تعكي.